وكانت الجلسة الصباحية قد شهدت حالة من التوتر والانسحابات إثر كلمة للنائب غازي الهواملي تضمنت ما اعتبر تجاوزا للسقف، حيث قرر رئيس المجلس شطب جزء من الكلمة، ووافق المجلس على إحالة النائب الهواملي إلى لجنة السلوك والنظام. ولاحقا استبعد مصدر نيابي أن توصي لجنة السلوك بفصل النائب الهواملي متوقعا أن لا يتجاوز القرار حرمانه من حضور عدد من الجلسات. هذه ليست قاعة محكمة، هي قبة البرلمان، وفيها نائب يمارس دوره الرقابي على طريقته الخاصة قبل أن يمنع من إكمال الحديث ويشطب جزء من حديثه اعتبر أنه تجاوز للسقوف. إن تداخل اختصاص جلالة الملكة مع جلالة الملك اليوم يا دولة الرئيس يجده البعض عبئا على الأردن وعلى سياسة الأردن. أقول كلمة حق أنني لم أقرأ ولم أسمع ولم أجد في كل الأمم، لا في البحر ولا في البر، لا في الطيور ولا في الزواحف، لا عند الجن ولا عند البشر، أن مملكة تدار من ملكين. كلمة النائب غازي الهواملة أدت إلى مشادات كلامية واعتراضات من زملائه، كما دفعت آخرين إلى الانسحاب من الجلسة مباشرة حتى باتت المقاعد فارغة من ممثليها، وسط أنباء عن اندلاع خلافات في ردهات القبة لم يتسنى لعدسة رؤيا التقاطها. لست ضد أحد. شكراً يا غازي، يعطيك العافية. بس هو لا ما بي، خلينا ننهي هذا الكلام. وورد على لسانك بأن هنالك ملكين وهذا كلام مرفوض. المملكة تحت، نعم، سيشطب من كلمة الزميل ومن المحضر. لا يجوز أن نتطاول على جلالة الملكة بهذا المنبر. هنالك ملك واحد يا غازي، ملك واحد. أرجو أن اقفل النقاش معك، خلاص. هيا المفلح، وين الاخت؟ يا بس يا محمد، يا محمد، انا بتحدث محمد، انا براس هذه الجلسه وانا اللي بوجه الانتقاد فقط. بالنظام الداخلي يحق لي انا اوجه الانتقاد. رئيس مجلس النواب أعلن شطب جزء من كلمة النائب الهواملة الذي انتقد تداخل الاختصاصات بين جلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، كما وافق مجلس النواب على إحالة النائب الهواملة إلى لجنة السلوك والنظام. أود زملائي بأن في كلمة الزميل غازي الهواملة ورد بالإضافة إلى شطب ما ورد في الكلمات بأنه مس مقام جلالة الملك وصلاحيات جلالة. لو سمحت أكمل؟ طيب ممكن أكمل وبعطيك نقطة نظام؟ مقاطعة يا أخوان، يعني تعودنا على المقاطعة بالحديث في أي وقت. فأنا بطلب من زملائي، وهنالك مخالفة واضحة للمادة 116 من النظام الداخلي وللدستور ولمدونة السلوك، فأطلب بتحويل الزميل إلى لجنة السلوك والنظام. يوافق المجلس على هذا؟ إذا شكرا لكم. وخلال اليوم الرابع من مناقشات النواب للبيان الوزاري، دعا متحدثون الحكومة إلى الجدية في ضبط النفقات من خلال الإسراع في دمج الوزارات ضمن برنامج زمني، كما انتقد نواب عملية الجباية من قبل الحكومات بحسب وصفهم. عدد من النواب عابوا على رئيس الوزراء عدم استقطاب وزراء ذوي كفاءة، عوضا عن إعادة من أسموهم بوزراء التأزيم من الحكومة السابقة. العد التنازلي بدأ للتصويت على الثقة بالحكومة التي يرى كثيرون أنها لن تكون صعبة على الرزاز إن لم تكن هناك أي مفاجآت.